السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل فيديو جديد من المكان اللي احنا شايفينه دلوقتي، ده بيسموه سوق القطار أو ترين ماركت، موجود في بانكوك في تايلاند. هنروح مع بعض ونشوف ازاي استغلوا فكرة بسيطة وازاي خلوها بالشكل الجميل ده. يلا مع بعض. سوق القطار في بانكوك زي ما حضراتكم شايفين، بنكمل مع بعض تصوير سوق القطار في بانكوك اللي بيسموه الترين ماركت. سوق السيدة عائشة في بانكوك، هنا هوريكم اغرب الحاجات اللي ممكن تشوفوها مع سفير السياحه. المكان اللي احنا فيه ده مكان سياحي، بتدفع فلوس كتير عشان تقدر تيجي هنا. المكان ده بيسموه الترين ماركت. ترين ماركت معناها السوق بتاع القطار، وزي ما حضراتكم شايفين هوريكم المحلات على الجنبين. فكره بسيطه جدا، موجوده في كل دول العالم، ولكن فقط هنا استغلوها. في كل دول العالم موجود القطار وحواليه بيكون في بائع، يعني بائع جائلين. هنا في بانكوك الفكر السياحي الغير عادي، حطوا حوالين القطار مجموعة من المحلات الناس بتتسوق منها وبتيجي هنا عشان خاطر تشوف المكان ده. وتعالوا مع بعض نشوفه عن قرب ايه المكان ده. نقول تاني، ده اسمه ترين ماركت في بانكوك تايلاند. فكرة بسيطة جدا استغلوها تايلاند، استغلتها اهل تايلاند وعملوا الفكرة الجميلة دي. مكان بسيط موجود في كل دول العالم زي ما قلنا، خط قطار في منطقة فيها سوق شعبي، عملوا مزار سياحي بيجوه وبيدفع فيه فلوس كتير قوي عشان تيجي المكان ده. النصيحة انك تشتري من المكان ده الهدايا بتاعتك، لان الهدايا بتاعته او المكان فيه متنوعة جدا ورخيصة جدا. فمن الاماكن المحببة قوي عندي في بانكوك، واللي بنصح اي حد يجي لما يكون رايح الفلوتنج ماركت اللي هو السوق العايم يمر على سوق القطار. شوفوا على خير، منتظرونا في السوق العايم. سفير السياحة محمد سيد. لحظة وصول القطار، تخيلوا يا جماعة، طبعا كل دي شرطة واقفين علشان يحافظوا على السياح الكتير اللي جايين يشوفوا المنظر ده. القطار داخل علينا اهو، عاملينه بشكل جميل. فكرة بجد بسيطة جدا جدا، بس نفكر. المغامرة في الموضوع ده الأدرينالين. الناس اللي يعني مش عايز أقول لك، حرفيا أنت بيحتك بيك القطار وهو ماشي. هنشوف المنظر ده وهو معدي عليا دلوقتي، شوف الخطورة ممكن تكون عاملة إزاي. بص يا جماعة، ولكن هنا حطيت أصفر، ربنا يستر، بس عشان حجمي، ربنا يستر. بسم الله الرحمن الرحيم، استر يا رب. الناس اهو يا جماعة اللي حجزوا تذاكر وركبوا القطر فرحانين قوي قوي. موضوع بسيط قوي برضو، هكرر للمرة المليون، بسيط قوي بس عرفوا يستغلوه. قطر كمان قديم بس ملونينه ألوان حلوة، بس كده يا جماعة. تخيلوا انتوا الجمال، جميل حقيقي.